دي آخر يوم في عمري، خدني من أول حياتي وهم همي، اللي كتر خيرها داب خيرها في دمي وعايش فيه أمي، ثم أمي لحد آخر يوم في عمري، خدني من أول حياتي وهم همي، اللي كتر خيرها داب خيرها في دمي وعايش فيه. بعد الحب ده اللي تعمل كل ده تستاهله، بعد الحب ده اللي تدي حنان كده من غير حساب نبوس التراب اللي ماشي عليه، بعد الأم في ايه دعوة حلوة فتحة سكة مقفلة، بعد الأم في إيه يهدى باله اللي في عياله الدنيا كلها مفتوحة له وراضية عليه. ثم أمي لحد آخر يوم في عمري، فضلي من أول حياتي وهم همي، اللي كانت آخرها داب خيرها في دمي وعايش فيه أمي، ثم أمي لحد آخر يوم في عمري، حد من أول حياتي وهم همي، اللي كتر خيرها داب خيرها في دمي وعايش فيه. أعمل لها تمثال اللي طيبت قلبها فوق الخيال، أعمل لها تمثال اللي سهرت واللي تعبت واللي ربت واللي شالت حمل جبال، لو هعمل لك ايه تستاهل ميت ألف عيد عاللي عملتي، لو هعمل لك ايه من في تعب سير ما نمشي، من في أول مرة بمشي سندت علي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري، خدني من أول حياتي وهم همي، اللي كتر خيرها داب خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد بن عبد الله قاسم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فنحمد الله على أن من علينا نحن جميع مسؤولي هذا المركز ومعلماته وطالباته بهذه الفرصة الغالية المباركة، نسعد فيها بالاجتماع بالعالم المخلص الداعية الكبير فضيلة الشيخ مصطفى حاج إسماعيل هارون حفظه الله وأطال عمره، مع صحة الموفورة والعافية في رحاب مركزنا أمنا حواء كوثر، أن مركز الشعبية الفريدة ومحبوبة العجيبة استقبل ولا يزال آلاف من كبار الضيوف والزوار، لكن ضيف العظيم الذي ظلنا نسمع خطبة العذبة المشنعة لأذان المسلمين يحتل من قلوبنا المكانة التي لا تقدر ألسنتنا عن الإفصاح عن سموها والتعبير عن عظمتها، ونشكركم أيها الضيف الكبير أعمق الشكر وأجزاله، ونرحب بكم من أعماق قلوبنا، ونستقبلكم بكل معاني الإخوة بكل معاني الأخوة الإسلامية، مرحبا بكم ضيوفنا الأعزاء وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أن علماء يا هبلنا درس كوبان إن تلمامه وكسب سن تصحيح الموازين
وحوح لقوقي مايو إلهي قرآن كوحك التلمامي لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان رسول بان صادر ريبا إلهي إليه سبحانه وتعالى عدي مهلا لصادري بينات عدينا الرسالة دودة وحنو كل سودك إنه معود صرع نبا إلهي إليه الكتاب إيو الميزان كتاب إيو ميزان وحوح لغو باكتو لغو قياسه الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان في سورة الشورى آيات كاسي وحي شيقيان حق الربين إلهي سبحانه وتعالى وككني ميزان تلمامية سيدا اينو حقي مين اينو اما وحق درين اينو ميزان كاسي حبدل يا مفاهيمتي هري بنا آدم كو هايستي اسكو قيمين اي تدكو حسكو قيمية دلشو وحسكو قيمية منصب وحسكو قيمية قروح وحسكو قيمية مال إيا وحي لها المال أسباب خارجية بابن آدم كوسكو قيمية لكن شريعته وحي وحكو قيمية ساتامها قفكو سيدو ويقيا هاي عدو كرد الشي ودنكو كتر سيني هاي مدبكو ليا هاي أقونتو ليا وحيابها سماها وحكو وادي وحلقو قيمية ومظاهر كواسي وحجري علماء دويدا دانين لوران جري زاهر بن حرام زاهر بن حرام نين سحابية وررمي يبوها ومركو مقالة دايما دون نبيك عليه الصلاة والسلام هدية دو كيني جري أما الطرفة من الكلام شيقي جرو كفرحين جري نبيك عليه الصلاة والسلام وانين باليدا موقال كيسة يسيد الله وابو ري موق روح بدنين نبينا عليه الصلاة والسلام وحتي المامي إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه زاهر نك الله يده هذا ورمي يجبو نبينا عليه الصلاة والسلام أننا مقالة شوقي سايانون هاي مالن مال ما كم يدبو يمي مقالة دي مدينة هيد كدب ألابو ستيبو الربين السوق كوي بيو يسقو سي كده وألابتي سي الربين وقضوه أيو نبي عليه الصلاة والسلام حق دمك غيمي دبترين تدبرك كغيمي بصدا وقبط ما أركيو وحب الأبي مركاين ولا ورسيدة ما أركيو قف كان حق دمك غيمي قبطي نبي حلي عليه الصلاة والسلام سيدة من هذا أرسلني بولي كدب وحقرتي إنه نبي محمد يهي عليه الصلاة والسلام عدا هيساه marku gartay inuu nabiga yahay buu dhabarkiisa iskaga tiiriyay isagoo aanu abay yeelaynin markaas nabigu una isagoo la kaftamaya nabigu saxaabadiisa waa la kaftami jiray laakiin xaqoon buu ku kaftami jiray ayaa wuxuu yiri man yashtari hada alabd adonkan yaayga ibsanaya buu nabigu yiri zaahir ba hadlay oo wuxuu yiri ya rasuulullaahi idan wallahi tajiduni kasida إلهي الرسول كيسيو كاقد مما يوحى النقون دونا ميت كوكو بارية أما كوكو فريستة يعني كساد ميدان سوقي سوصعان انبانا هيبولي يعني ننفوال حنبان هو عديقة كايبسين ما يسبولي نبو عليه الصلاة والسلام وحوق جوابي لكن عند الله لست بكاسد روايات كقاركود أنت عند الله غال الشمائل المحمدية هي حديث قصار وروان صحيح صحيح علماء الشيخين يعني وحنا نبغو تلمامي عليه الصلاة والسلام ننك كان داتكو أي واركيان نن فالحين ونيهيو عن سوقة كقد مينين هديب الله قادي لها وحاو نبغو تلمامي عليه الصلاة والسلام إله يكتي سينو قالكي إذن في ميزان الله سبحانه وتعالى كاسد معها ولذلك ما حديثك إمام مسلم صاري وككت المامية إنه النبي يقول رب أشعث مدفوع بالأبواب إلا واقسم على الله إلا بره لا أركمد بصاصيسا وتميه سوانيشا ليسنين ومدفوع بالأبواب
الباب كان لقى علي يودتك للسود هيا للسود ويا أنا هين لكن لو أقسم على الله لا بره هدو إلهي كل أرطويد هذا والله ساسا نقنسا إلهي دارتي سور رميه قف بنا آدم ومر كل أرطويد هذا والله ساسا نقنسا ألا سبحانه وتعالى دارتي سور رميه مجتمعي سلامي هيا ونبغ عليه الصلاة والسلام أمام مضي ونظرة حضارية فاليوس أما قيمة كجديسا قيمه جاهلية دي هيستو ليمي ونبغ كل ربي وأهقفك بنا آدم كاوح اللغو قيمي ولذلك وكي حديث كلام مسلم ورين يكو صارورتي إن الله لا ينظر إلى صوركم إلى هاي ما أغم مقال كين يحوقين يساو اكتين لما أغم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ربي سبحانه وتعالى وحو قيمية ومحل النظر كيسا قلوبتين وحكوشرة يا عبصدا الله يا ويني دي سيا وحا قلبي إن كوشرة إيمانة يا أعماش إذن كسوفو ليس وحيتاي تاسبا عند الله سبحانه وتعالى قيمة كله تاسبا الله كتيسا قيمة كله تابعي قلو رنشري المعرور ابن سويد يا وحولي وحن لكل مي أبا ذر صحابي قلو رنشري جليل كها وتولد يريد ربا ذا چوغة واسكو چوغ حدن وخادم كيسينا اسكو چوغ لمي ذا حدن يه روايات كغاركودنا وحي تلماما يان هل اسكو چوغ بو قيبنا اساقو حدن قيب تي كالنا وسيه خادم كه مركزا waxaa lagu yiri sidee wuxu jiraan yani caada waxa ahay qofka shaqala ayaa ninka uu shaqeynaya in aan isku hu xidneyn waxay filayeen inuu isaguna xarragoodo ninka kalena aan aad u xarragoonin aba darba wuxu sidan u yeelay tilmaamay marka inni sababtu rajulan fa'ayartuhu bi ummi buyri nimban ismaagna oo saaynay dabeetana waxaan ku ceebeyay hooyadi nabiga ugu yiri buu yiri ya abadara ayyartahu bi ummi war mahoyad wax ku ceebeynaysa innaka muruun fika jahiliya waxa tahay nin wali uu ku dambeeyay dhaqankii islaamka ka horeeyay hadithka bukhari iyo muslim baa warinayaan lafdiga bukhari aan akhrinaya من نم بعد كوع أبي سيبو نبي قتل ما يا هويدي إن هوي مذوب قتل ما إنك امرأ فيك جاهلية أبو نبي قتل ما يا ميزانك صحها ولما تهلين واحد هاي قف رغم دي دين تكوه الرئي وحكا هيا إخوانكم خوالكم ولا لدين وقعنتي إن اللي سوق لي وربي قعنتي إن وسوق لي فمن كان أخوه تحت يدي فليطعمه مما يأكل وليلبس مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فاعينوهم نبغو حيو يريبو يري مالين تاه داتك شقالي وولا الذي نقعنتي نصوغ عليه وحا عنيسان وحكا سيئ ووحا قشان إساني هو انتي وحكا هوية وشقاء أني قبان كارين هكو كلفنا وهذا شقاء هذا قدرتان اللقب طبو نبي عليه الصلاة والسلام مركا وحولي مالنتا كدب ونبي إيشاق ولي إنك امرأ فيك جاهلية قف نقن كي إسلامك كهر ري وكتشرو آيات هاي مالنتا ونبي يري وحي كدن بي ميزانك يقو حقن بو قريب ولي سامنو حقي ميني إذن أيها الأحبة qofku siduu eegayay miisaanka maaha xoolaha uu haysto miisaanka maaha inuu xoolo haysto yanoonan xoolo haysanin maaha waxa lagu soo dhaweynaya ama lagu celinayo waxa jiray sahabi aan quruux badnayn oo Julaybib la yiraahdo Julaybib wuxuu ka mid ahaa asxaabti nabiga kaleey salaatu wasalaam mana haasna malahayn dabeetana nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu doonay ninkan inuu guuriyo Julaybib
نبي عليه الصلاة والسلام وحو أغو تغي قويس أنصارة نين أنصاري يو تغي بو وحو كويري يا فلان زوجني ابنتك هبا لو قبرنا دي قوري قبرنا بانو كادوني نابولي نعمة ونعمة عيني بولي ووح إلي كدوك ستو نبي محمد إنو قبرك هصودونا يا نبي محمد عليه الصلاة والسلام oo gabadha doonay u diidi kara buu tilmaamaya nabiga ninkii uu jawaabo wuxuu yiri inni lastu li nafsi uriduha anigu naftayda gabadha uma doonayo buu nabigu yiri alayhi salaatu wasalaam qala faliman ilaahi rasuulkiisa uu yaad hadda gabadha uu doonaysa qala li julaybiib buu yiri julaybiib aanu doonaya julaybiib waa nin aan qurux badnayn ma la haysanin laakiin saxaabiya نمان قروح بدنين حولنا لحين مظاهر تبين آدم كو وحكو قيمة يموتو دباتنا سحابي قدبو يسوتا قوحو لمرة دي جلابيب تهي بلان إن انت هو يداد لتشادو دبان رير كو نقونا يعني إن انت هو يداد لسو تشادو سلانتي إن انت دا شيب ويمي وحولي نبي إلهي باينا قصو دوني قبر يا نسيدي يا كليت النعمة والنعمة عينين ووحي لكدوك ستو وحكوية للنبي قل لفتي سو مرة بائه وحيو يتري هوانا يدي هو يدا هيد فلمن يريدها وهدايا قبدنا اللو دونيا قال لي جليبيب بويري نيكا جليبيب لأيدا هدا قبدا اللو ربا مركز السلام توحيتي حلقة ألي جليبيبة حلقة وحلقة الصومالي دو بقى يكيدا هدان قبل ما يوحي لمدا وكا ما جليبيبة قبل اسكسي أبي السلام توتاقنتي لعمر الله لا أزوج جليبيبة إلهي با قردارتي جليبيب وحبا اسكسين ما يبيتي marka waxa uu odayga u muuqatay islaantu inaanay ogolayn inteeda inay bixiso julaybiib siiso markuu odagii sidii ka ayay gabadhii yareed oo xagga dambe ku jirtaa hadashay waxay ku tiri yaa iga kin soo doonay yaa ii soo khidbada yaa leh man khatabani ilaykuma labadii waalid waxay dhaheen ilaahi rasuulkiisa baa noo yimi waxay ku tiri atarudduna calaa rasuulillaahi sallallahu alayhi waalihi wasalama amra وما النبي محمد أرنكي سديدي سامبي كتري ادفعوني إلى رسول الله فإنه لن يضيعني إذنكو إلهي الرسول كي سيئي نبي محمد أنك يضيعي ما هي بيلاده ملح إلهي الرسول كي إليك ما هي نبي كوركي سيهكو علنين أضيقي يا إسلانتي بمركة أرنكي سور كلو لي شيء إن أنتو عقل علنتي دي بيقاتين نبي قوتنا عليه الصلاة والسلام وحانا كويرا شأنك بها فزوجها من شئت كبرني واقصيني إلهي رسول كسيوه عدا دونت وقوري نبي قو عليه الصلاة والسلام جليبيب وقوري وقت يركدي بدقال بالا قلع دقال كي مركي لغا صوبحيب نبي قولي يا ويدين يا إنا قمقان كل بنين بالله حسوس تاو حليلة هبل لوا مقيه بل صوت داي داي او صوق هذا كل بقف شهيدا لصوق هذا مركي دم بالله يدي عيدنا ما مقنع مركز النبي وقود عليه الصلاة والسلام لكني أفقد جليبيبا فاطلبوه في القتل ورنك جليبيبا لا أيها الله بعد الدون أبو النبي قولي بل دتك اللي لا هلا قد داي دايو وحي أتاقين جليبيب oo todoba meydo gaalna meesha yaaliin isna meydkiisi u yaalo markaasuu nabigu wuxuu dhahay alayhi salaatu wasalaam aqatala sab'atan thumma qataluu hadha minni wa ana minhu ma todobuu dilay markaasay dileen kaasi aanu iga tirsan yahay buu nabigu leeyahay isagaan ka tirsanahay waa ku celceliyey xataa riwaayadka qaarkood ay leeyihiin todoba jeer buu nabigu ku celiyey هذا مني وأنا منه أولي وحالا إذا هذا انتي حباشا لو قد يي نبيغا قعمه سو سارا أو بركين لو قد يي نبيغا هاي إلا حباشا لو قد يي
oo lagu riday yani waxay tilmaamaysaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu wax ku qiimeynayay inaanay foolxumo iyo qurux badni midnaba ahayn inaanay ahayn xoolaynu ninkeeni leeyahay inaanu lahayn ee wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ku qiimeynayay miisaanka ka gedisan oo ah islaamnimada iyo diinta حديث إمام أحمد بن حبان بواوريان أصل القصة في صحيح مسلم بكتا الله وأنا حديث صحيح أبي علماء ذو إلى هذا إذن أحاديث ذا سوى حينو شيء غيسة قيمة انت وحايتاي ميزان كي نوحكو إغي نمحوي مقفكو سيدو إغي هيبا وهدو قروح بدينا وسود وإن هديك لنا دي بينو علينا سوى قفكو مالك وحيستو mise waa qofku mansabka iyo booska uu ka taagayay bulshada jaha uu ku leeyahay isagoo nabigu calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabo ka midi meel joogaan baan nin soo maray markaasuu qoladii fadhida ku yidhi ma ra'yukum fi hada kan halkan maray siduu idin la yahay maa taquuluuna fi hada maxaa odhan lahaydee waxay idhaahdeen ninkani waa rajul min ashraafi nnaas waa nin dadka madaxdiisa ka mid ah kani bay dhaheen wallaahi wuxuu mudan yahay hadduu gabadh kaa doono in la siiyo hadduu hadlo in la dhegaysto hadduu erga kuugu yimaado ergadiisa in la aqbalo ninkii way ammaaneen waxaanay ku ammaaneen inuu ciliyati lqowm ka tirsan yahay ashraafi nnaas inuu ka mid yahay waxay ku ammaaneen nin wixii uu dalbadaba heli kara inuu yahay hadduu gabadh ku weydiisto nin la siinayo hadduu erga iyo shafaaco kugu yimaado nin la aqbalayo hadduu hadlo nin la dhegaysanayo dabeetana nebigu intaa markay sheegeen wuu iska aamusay mar dambaa mid kale soo maray markaasuu yidhi ma ra'yuka fi hada aw maada taquuluuna fi hada kan maxaa odhan lahayd ama ra'yigaagu waa maxay kan waxay dhahdeen waa nin fuqarada muslimiinta ka mid a wax mahaysatada muslimiintu ka mid yahay ninkan dambe dee nin waxaysta maaha marka hadduu gabadh ku weydiistana nin la siiyo maaha erga hadduu kuugu yimaadeena ergadiisa nin la aqbalo maaha warkiisana nin la dhegaysta maaha bay dhahay yacnii mawaasiintii filjaahiliya wax lagu qiimayn jiray ninkani ma wata bay leeyihin saddexda midna maaha bal miisaanku nebigu siday saxaabadu wax u qiimeeyeen markaa la joogtay iyo siduu u saxay u fiirso hada khayrun min mil'i lardi mili hada buu nebigu leeyahay هذا خير من ملء الأرض مثل هذا حديث بخاري ورينيا كان ابو نبي عليه الصلاة والسلام كان ايدنك ان قيمها ايدنك لهين اكتينا كلهين كي هرى امان السين دولك مجي او كي هرى ارلاد اله ايو لقبو حيو نوعي نك هرى كان باك خير بدا ابو نبي عليه الصلاة والسلام ما هقف يقف waa dadkoo dhan oo ninkii hore wada noqda waxa isku fadli dhaama oo ka khayr badan kana idinku agtiina yasaysaan buu nebigu u tilmaamayaa calayhi salaatu wasalaam idan nebigu wuxuu tilmaamayaa mawaasiintan ay dadku haystaan ee jaah iyo mansabka ah ee maalka iyo xoolaha ah ee midabka iyo quruxda ah inaanay cinda allaahi waxba ka ahayn sidaad u dheertee u xoog weyn tahay alla agtii waxba kamaaha munaafiqiin isagoo ilaahay ka hadlayaba wuxuu yidhi waidaa ra'aytum tucjibuka ajsaamuhum baa ilaahay yidhi haddaad aragto jafa juglanimadooda iyo fedhabuurnidooda waad ku yaabgelinaysaa buu nabigu tilmaamaya alla tilmaamaya munaafiqiinta ah laakiin waxaa lagu sheegay kaanahum khushubun musanada yaxsabuuna kula sayxatin calayhim hum lcaduwu faxdarhum qiyaamana waa ka nebigu leh calayhi salaatu wasalaam nin weyn oo buuran in la keeni doono maalinta qiyaamaha falaa yazinu cinda allaahi janaaxa bacuuda alla agtiina garab kaneeca aan miisaankeed lahayn kaneecu marka hore miisaan ma leh haddii garabkeeda aad sii qaadana wax miisaan oo ay sheegaysa ma leh nin weyn baa aakhire la keeni doonaa oo ka qiima liito ka wasni yar garab kaneeco dabeetana nebigu wuxuu akhriyey fala nuqiimu lahum yowma alqiyaamati wazna maalinta qiyaame inaan wasni kuwaasi lahayn oo loo
آخري ألقتي سيناني قيمة كلها. صحابي عبد الله بن مسعود لورن شريف حلي داو حاها نين روبان أو إتال دارن وحلي دين نبي قاو درتاي عضي كا سوقيت كوري سوقيت كا نبي قاو حوغا سوقويو دابتنا قيت كماركو فولي بي صحابة دي وحي أركان ميشا دو دوب نديس أدام أونين روبان أو إتاليا رها أدام دي سباي أركان دوب نديدي dabeetana waa lagu qosolay adeema duubnidiisa ku qosolay saxaabadii kale nabigu wuxuu rimaa tadhakuun war maxaa ku qosolaysan la rijlu abdillahi asqalu fil mizan min uhud sahih ila dabku ku yaala adinka abdillahi maalinta qiyaamada buurta uhud ilahi agtiisa kaga culus buu nabigu dhaalay salaatu wasalaam مشين تغير الدومنا إذن كأكتي نوح لقو قصلا أهي ألا أكتي ميزان كاسي كل هذا بورتا وحد لا إله دو إلهي أكتي سكاق علوس أي النبي الشيخي عليه الصلاة والسلام عدة كدالتي يرير كينو ينو مدحي حصة بنا دلا دهي ألا أكتي وحب الشيخي ميس حادو مالين إسا النبي محمد قويسكودي رير بني هاشم عرب دادتكي وقو مدنا باي كميدا هايين أبو الله ابنكي اللورين شريوا نبي محمد أديركي نبي محمد بولو قويسيه علماء دقار باوحي دادان أبو الله باوح اللوغو بحيي اللي وضاءة وجيه باي دادان دلال كيفكا وكبحيي وجيه سيسيد وقروح بدنا إلهينا يسوغو الدوني دا كورتا قنبكو يلي تبت يدا أبي لهب وطب أبي لهب باق عميه سهوغين أبي لهب أيها هو غيب الرب تلمامي بالمقابل أبي لهب كي قبيلك سركة شيء نوح اللي دوا أهل النار كو النبي محمد سود وين يلها أني جاي جمديهن وسلمان الفارسي بلالي سهيبي بلال ونن حبشي مدو ورول كمرايا أيا لوغو بشاري والنبي يقول يا جنة سقطة كبه هاك شغف شغف تودن كم مغلي جنة يا محاط سما يسوي تلمامي إذن هدي رير لقد دلنا يوح لقون نقون يا بله بكون نقول لها رير بان خدا شيء هدي وح لقون نقون يو أبي له با وح كون نقول لها أيها الأحبة أمد مسلم كي وحي كرمرتي أمد شرتن نقطي وحضارة ديالتي markay caqaaidoodii values koodi waxay rumaysnaayeen iyo waxay wax ku qiimeeyeen markay isbedeleen sharciga waafaqeen ilaahay ba mas'alada ay nootil maamiyo wuxiina leeyay ya ayuha nas wardadu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa hanu idinka abuuray lab iyo dhadig waja'alnakum shu'uban wa qabaail wa han idinka yeelay ba ilaahay leeyay شعب أمم قرن يا قبائل شعوب يا قبائل ما ندين كردقي لكن محال الله يدين كردقي لتعارفوا الناس كوكرتان هذين سوى ذا كان لهينو على نمط شخص واحد لينو أبوري لها اسم ما بينك على قرنين دي إلهي وحولي وحا ندين كالقدي يمد مدو يمد عد يمد عس يمد مارين يمد سوين يمد سير ليدين كردقي إن أسكرتان با إلهي لي لتعارفوا أما مركي ميزان نقطه يوحى وحلقوا قيمين يا وإن أكرمكم عند الله أتقاكم قيمين مركي نقطه إلهي سبحانه وتعالى وحى أكتيس مدن وشرف له كوى لك الدور صدو عذاب كيس كعب صدا وإلهي سبحانه وتعالى كدن بيه مالنت النبي محمد مكفر طي حديثك حسن كاوحوت الماما يا نبي قدتك وخد بدي ورير مكة ومسلمين تي اي فرتين مركو لها اللي يواريه ونبي وكوي دي رير مكة وحكم دها يا ايها الناس وارددوا ان الله قد اذهب عنكم عبية لجاهلية أو عبية لجاهلية كسر العين وضمها لبدا بوال أخري كرا وارضض أبو نبي عليه الصلاة والسلام إلهي سبحانه وتعالى
waa idinka tagsiiyay فانكي يسلويني دي جاهلية ده وتعاظمها بآبائها إياكم فانكي كفاني سي آبا يالبان دالي إيا رير هبل بانو نحي تا إلهي وايدن كترتر وميزانكو هاد دوام حي فالناس الرجلان رير هبل بانه إيا قولادا يدا داد كلين چرتي إيا وانو اتربضنين إيا عين كان بانو هاي وحبك ما تشيران بو نبي محمد كولي يا قريش qurayshu isbidayso tidii anaga xumus baan la yiraahdayo hatta xajka xaramka kama baxne dadka kala carafiye meelaha tagay anagu halkan baan ka laabanaa oo dadka ku qasbayay cidii soo xajta fil jahiliya waxay lahaayeen ama mar qurayshi leedahay aad ka iibsataad ku xaji barihiina waa lagu dambabay ama idinku qaawan ba xajaysan nimankii dadka saa isaga sareysiinayay ayu nabi maxamed la hadlayaa u leeyay jahiliyada iyo islaweynideedii alla way idinka tagsiiyey dadku markaa hadda maxay yihiin maxaa lagu qiimeynayaa fannaasu rajulaan buu nabigu yidhi dadku waa laba nin waa laba qof rajulun barun taqiyun kariimun cala allah mid samafala waa alle ka cabsada waa alle agtiisa mudan oo sharaf ku leh qof ilaahay agtiisa laga yaqaano iyo wafaajirun shaqiyun hayinun cala allah iyo mid macsida ku dabaasho faajira oo shaqiyo kadeedmay oo hayinun cala allah alle agtiisa ku liita isha alle ka dhacay dadku waa laba unbuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaa ku faanaysa waxba kama jiraane mid sharfan oo mudan oo magac iyo maamuusba ku leh alle agtii iyo mid liito oo xaqiran oo aan ilaahay agtiisa waxba ka ahayn ama waxaan kale aa sheegaysaan wannaasu banuu aadama wa khalaqa allaahu aadama min turaab dadku buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa banuu aadam waa aadam ilmihiisii ama caddow ama madoobow midna dhulka lagama soo qodin dadkoo dhammi aadam baa dhalay odayga aynu isugu nimaadno unbaa kala dambeeya midaad odayga tobnaad isugu timaadaan iyo midaad odayga labaatanaad isugu timaadaan iyo midaad odayga kontonaad isugu timaadaan meesha isugu imaanaysa unbaa kala gedisane dadkoo dhammi aadam bay tegayaan wa khalaqa allaahu aadama min turaab buu nabigu yidhi aadamna dhoobada laga abuuray ciiddaa laga sameeyey marka waxaa isugu faantaan ma kala jirto miisaanka alle agtiisa laga yaqaanaa waxa weeyaan min almu'miniina rijaalun sadaquu maa caahadu allaha calayh mu'miniinta waxaa ka mid a rijaal rijaalkani maaha labnimo waa ragannimaa la tilmaamayaa dhadig iyala ku doonaba ha noqdee waxaa ka mid a dad sadaquu maa caahadu allaha calayh dad wixii alle ay u ballan qaadeen ka run sheegay faminhum man qadaa naxbahu wa minhum man yantadir dadka waxaa ka mid ah mid waddadii iyagoo haya ku dhintay waxaa kaloo ka mid a ku sugaya inuu waddadaa ku dhinto ayuha laxiba ilaahay agtii waxaynu ugu kala dhownahay waa attaqwa waalcamal asaalix waa iimaan alle ka cabsi iyo camal wanaagsan qur-aanka ilaahay wuxuu inoogu tilmaamayaa في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يصبح له فيها بالغدو ولا صال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار قريها إلهي يا ربي أقلادين كر لو قاده waxaa alle ku weyneeya baa la yidhi rag raggan sifadoodu waa maxay waa kuwo aanay mashquulinin beec iyo waxgadasho ilaahay xuskiisa aanay ka mashquulin iyo salaada oogisteeda iyo zakada bixinteeda waayo cabsi baa haysa ay maalin ka cabsanayaan maalin quluubta iyo indhuhuba iga gadoosmaan ayuha laxiba
ربي وحينا فريا حقي سينا نقول يا رينو فاصعوا إلى ذكر الله وذروا البيع إلى وحينا فريا إن أدونك إن مشغول لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله رجال كان الله شيغي وضد سامدين أمام المغريات وحيابها ابن آدمك مشغولية أمكدية حولها وكميدة تجارتها كميدة وحاسي إلهي ذكري إيا عبسدي كما مشغولية وحلاني مركا مهزان كان وينو اسبدله وين نكبحنا الدنيا دانين وحكو قيمينينو وقيمه هو أكتئن كن غض قف كن أنتو إلهي وجر سبحانه وتعالى أنتو ربي جي عابد أيه أنتو ربي جي كن ورسنا أيه نبي عليه الصلاة والسلام حديث إمام أحمد يترمذي بورين أيان إمام النووي الباني بن حسن قلت الإمام يا وحولي استحيوا من الله حق الحياء وارضضوا إلهي كحشوضة حشوتك إلهي حق لي صحابة وحيدا ذن يا رسول الله إنا نستحي والحمد لله وأن حشونا إلهي بانا مهدى بإلهي كاو مجيدة بنبقول الاستحياء من الله حق الحياة وأرمها صوص عدى بنبقولي أن تحفظ الرأس وما وعى مضح إيوح كوب صده إناد إلى لسه مدح وحكوب صدا عنده وحكوب صدا دغه وحكوب صدا في سن وحكوب صدا مسكح مدح اي وحكوب صدا الى دلالسه والبطن وما حوى علول اي وحي اكتيدا اينا انا دورته علو شاده وحي قال اي فرجك اي انت بينا دلالسه ولتذكر الموت والبلا غيري يا بابا انا ان حصوصته ان حبال تدقش بابي دونته ومن اراد الاخره ترك الزينه الدنيا ابو نبور قفكي اخره الدنيا ادونك دلدلالك سوا اسكغ دقاق ابو نبو تلمامي يعني ادونك قيمه وماله كريم كيس يا شامبو كيس يا لعقتي سي يا سخرحنتيس يا ميك اب كيس ادونك قيمه وما فديو أخي ما وحى وغفر يا إلهي يا عبادتي سي وينينتيسة يوحي رب فرينا إلي ماذا فمن فعل ذلك بالنبي قول قف كاسي آخرة أدونك دورتا إما دي حيسة وحكوبة يعلوشي سي أغاقار كيدا بچركي سيلاليا فقد استحيا من الله حق الحياة بنبول كاسح الشوضي الله سبحانه وتعالى كحشوضي حشوتك وحق لي أيها الأحبة قيمين تدبط إيواطاه قسو سورنا يا إمام الحاكم في مستدركي سند حسن وكو أرورنا يا وحلى عمر بن الخطاب يكوح صحابك مدام الفرستي مركز وحكوه لتمنوا بلوح تمنية يديدي شوح مركز أمي ديدان وحان شعلان لها دهب تربضا دارتا مقيدو دهبين انهلو وإلهي الدرتي وبحيو عمر باكو عليها دانا تمنو متك لا يدي وحان شعلان لها دارتا مقيدو لؤلؤ يزبرجد إيو يعني جواهر النفيسة وان إلهي الدرتي وبحيو عمر وحولي ميا أنو وحان تمنينا يا أبو نبو أي عمر ليه هاي إن هلو الرق لمدة أبو عبيدة بن الجراح وأنك نبوه تلمامي أمين هذه الأمة ومدنا من كادي هي معاذ بن جبل نبوه تلمامي نبوه أعلم المسلمين بالحلال والحرام نبوه قوم بضن المسلمين تحلال يحرام مركي شوكته إيه حذيفة بن اليمان صاحب سر الرسول الله إيه سالم مولى أبو حذيفة كواس او كلان تمني لها بولي عمرين عن هلو وانو قرقار سدو الهي كلمدي سيران خوري هلو يعني انيقا اكتاي دمالكم ما هو حقيما لابو عمر تلماما ياي دات صفات له وموازين قارا لغو قيمين ايو
كواس باني اكتايدا قيمة لبو تلمامية ايها الاحبة دارها ايا هانتيدا ايا وحاسي وحمترا وحا وحترا وابن آدم اللي الرسول كي الرومي دقن ديناد ياشي عند الله كريم كن نقضي وفالا اكتيسا كوكرا ميسا كاس باك وح قيمة له ما انت دادك انت ميزان كل مي اي واحد دادك النقضين كو نبي قولها إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها الراحلة دادك واحد لم يدين قال بغلا نفل فولا أنو كتشرين قال بغلا ونفل فولا أنو كتشرين نبو نبو تلمامي عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة وركيغا واحد ربائنا كوكوبو وقت كان هدا موازينتي ويلون طي وحي وحلقو قيميني بل مرك قاركود واحد صورانيسا ملا النبي وقتي وشيغي بايمي حديث بالنبي وحكو تلمامايا ضدك وحكو ايمان دون سنوات خداعات سنضو خيامات ومحي علامتك يهين يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق بين علياشا دادكو اي رميساني اندادان وزن الهين بالا قيمي كو رنتا شيغي ينوالا بينين ايه خائن كاوح لو ديبن ايه وامانة لو ديب ايه مسا مامولك ويخوّن فيها الامين قفكي امين كاهانة والا عابين ايه وحبال لو ديب مايو وينطق فيها الرواي بيضا من بقول الرواي بيضا دون اوي هاد لدونتا وكلمة دف عربي وصحابة ويقاني لكي ويابين سيدنا النبي وشاغي قيل ومن روي بضبيد هذه وروي بضد ومحي له رسول كيسيو نبي وحوك شاغي الرجل التافه يتكلم في امر العام وقف لي تاو هدر الدنا قوت كورميه ومد مامل كذا كورميه يعني نبي وحوت المامي انا يتهي وقت ميزانك ولميو ووحي وحلقو ميزامي تشري وحانه انت وحلقو ميزامو دادك انتي حميد كرسو مريان انت اللبنتي انا هوس مريان ايها الاحبة وحنكو كوبايا موازين تين وين يسبدشا وحين وحكو قيمينينا وين نغضان اليا الرسول كي وحي وحكو قيميني وحقن اه كي وضضا اللي لقوايو وحقب اه قف كي تشتكى على الراعة قم كلمة شرطو عن كاعين نكي النار قلة يقبر دي النار قشة تشتكى النارات عدي الراعة كواسة قنة عدى رب السماوات والأرض قروا إذا فودا نول كوليق وإذا كاسبة قنة قم النمية وناك وحاله قف كي ألي الرسول كي سربية تشتكى الراعي ميزان كاسو إنا برا يا نبي محمد عليه الصلاة والسلام إنا نوحكو ميزانه مركا النقطة بلشدين دحدة ده أخلاق ده تعالى تاسي مركا رجاي إن إسلام كقول يستو وضد مسلمينه وإلهي سبحانه وتعالى وخلاف قعنو قليانه صباحاً أما نوع كان موازين تكلوا وطاين تيجوجان غير ممكن إن النقطان كوي ألو قرقاري وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.